يتحدث الحاضر عن نفسه، فتروي مسيرة الأحداث صفحات من بطولات وإنجازات القوات المسلحة المصرية. هكذا فرضت التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية أن تحظى مصر بنقلة نوعية في منظوماتها التسليحية وقدراتها القتالية على كافة المحاور الاستراتيجية للحفاظ على أمن مصر القومي والوطن العربي. وبلغ التطوير مداه في أعقاب ثورة 30 من يونيو 2013، هكذا تنوعت القدرات القتالية لقواتنا البحرية لتشمل العديد من المحطات الفارقة، ومنها امتلاك مصر لحاملتي المروحيات من طراز مسترال جمال عبد الناصر وأنور السادات. الفرقاطة متعددة المهام تحيا مصر من طراز فريم، الغواصات ألمانية الصنع من طراز 209 على 1400، الفرقاطات متعددة المهام من طراز جو ويند فخر التصنيع الحربي المشترك ما بين مصر وفرنسا بترسانة الإسكندرية. هذا بالإضافة إلى اللانشات الألمانية الصنع من طراز عمر بن الخطاب والرب المدرع من طراز رافال. ويبقى عاما 2020-2021 حدا فاصلا في المسار الصاعد لقواتنا البحرية، والتي شهدت تدشين واستقبال المزيد من القطع البحرية، ومنها الغواصة S-43 والغواصة S-44. الفرقاطات متعددة المهام من طراز فريم، الجلالة وبرنيس. ولم تتوان القوات البحرية عن بذل أقصى جهد لحماية مقدرات الأمة بتأمين المجال البحري المصري، وبلغت القدرات مداها بإنشاء المزيد من القواعد البحرية، ومنها قاعدة برنيس البحرية. هكذا توالى بناء قواعد مجدنا العسكرية، وآن الأوان لكي تكتمل بإضافة قاعدة جديدة، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجور. إحدى أهم نقاط الارتكاز لإنجاز المهام القتالية للأسطول الشمالي المصري لمجابهة التحديات الأمنية وحماية ثروات مصر الطبيعية على امتداد مياهنا الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط. نطاق هائل يمتد على مساحة تفوق 10 ملايين متر مربع، موقع جغرافي فريد يحقق المزيد من القدرات الإضافية لتأمين السواحل المصرية الشمالية، ونقطة انطلاق هي الأكثر قربا لدرء أي مخاطر محتملة من اتجاه البحر الأبيض المتوسط. قاعدة عسكرية تتوافق منشآتها مع كود القواعد البحرية العالمية. وهكذا تنوعت مكونات قاعدة 3 يوليو البحرية لتشمل 74 منشأة، وتضم العديد من الوحدات القتالية ومركزا للعمليات وآخر للتدريبات المشتركة. هذا بالإضافة إلى مهبط للطائرات ملحق به قاعة لاستقبال كبار الزوار وسبعة ميادين للتدريب، فضلا عن رصيف حربي بطول 1000 متر وعمق 14 مترا وعدد من الأرصفة التجارية
بطول 2200 متر وعمق 17 مترا. كما تضم القاعدة برجا لمراقبة الميناء بارتفاع 29 مترا وحاجزين للأمواج بطول 3650 مترا وثلاث عمارات سكنية وميس للضباط وخمسة مباني للإعاشة وفندق بمسطح 6300 متر مربع يحوي 117 غرفة وجناحا. قاعة مؤتمرات تتسع ل700 زائر. منشآت رياضية تضم حمام سباحة أولمبي مدرج لنحو 200 فرد. صالة سكواش. صالة رياضية مغطاة. وأخرى للجيم. ومسرح مكشوف يسع 600 فرد. ومبنى خدمات وميس مجمع يتسع لأكثر من 1000 فرد. تتنوع منشآت القاعدة لتضم نقطة طبية. كما احتوت القاعدة على أسوار مزودة بكاميرات مراقبة تلفزيونية بالإضافة إلى بوابات بموانع قوية لحماية القاعدة. نطاق عسكري متكامل يشكل قاعدة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية وثرواتها بالبحر الأبيض المتوسط. واليوم يتوج العطاء برفع العلم المصري شامخا على 47 قطعة بحرية إذانا بدخولها الخدمة في قواتنا البحرية. دفاع هو الأمثل عن أمن مصر برا وبحرا. وجوا. قاعدة 3 يوليو البحرية سادة البحار.